بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأحباء، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. في نبأ عاجل أصدرته وزارة الداخلية خاص بالجريمة التي حدثت بالأمس، واللي أنا قدمت لحضراتكم عنها فيديو الخاصة بالطالبة أمان الجزار اللي قتلت على يد أحمد فتحي عميرة اللي تقدم ليها وهي رفضت هي وأهلها، فتربص بها أمام المنزل وأطلق عليها عيارين خرطوش من مسدس خرطوش محل الصنع، أصابها من الخلف في ظهرها وتوفيت على أثر هذه الإصابة. البيان اللي أصدرته وزارة الداخلية منذ قليل إن تم العثور على جثة هذا القاتل. القاتل ده تم العثور على جثته أحمد فتحي عميرة منتحرا بذات السلاح، قتل نفسه بنفس السلاح. تم العثور عليه على طريق اسكندرية القاهرة أو القاهرة اسكندرية الزراعي في أوسنا بمحافظة المنوفية. ده واحد قتل وبعد كده انتحر، ده وفقا للبيان اللي اصدرته وزارة الداخلية منذ قليل ان هو انتحر بذات السلاح. واحد دمر حياة فتاة ودمر اسرتها، دمر نفسه ودمر اسرته. هرجع تاني واقول ولازلت وهكرر وهقول الكلام ده على طول، ان ده كل ده بسبب البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. انا بقول كده ليه؟ وحضراتكم اكيد هتتفقوا معايا في هذا الكلام. لما الإنسان بيكون قريب من ربنا ويكون مؤمن إيمان كامل بالله سبحانه وتعالى ومؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى ومؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن إن هو يأذي عبده، وإن الحاجة اللي أنا شايفها خير ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون شايفها شر فبيمنعها عني، لو أنا شايفها خير دلوقتي ممكن في المستقبل القريب او البعيد يكون فيها شر فربنا بيحوشها عني او بيمنحها عني، ولكن انا لان نظرتي كبني ادم بكلمش عني، انا بكلم عن الانسان بشكل عام، لا يرى الا تحت رجله او يرى يعني على مسافة قصيرة جدا، فهو شايف ان الموضوع ده موضوع فيه السعد والهنا له، ولكن ممكن ان يحمل فيه طياته او يحمل ما بين جنباته كده شر. يعني واحد عاوز يتجوز واحدة، ممكن يكون مستقبلا هتكون الواحدة دي سبب في نهاية حياته أو هو يكون سبب في نهاية حياتها ودخوله السجن مثلا. فبيحصل إن ربنا سبحانه وتعالى بيدي الإنسان رسائل إن الموضوع ده فيه شر، وإحنا على المستوى الشخصي على المستوى بتاعنا لما بنشوف حاجة مثلا متعقدة، أنا ماشي في مشوار معين أو في مسعى معين ولاقي ان في تعقيد او في رفض او في حاجه، بقول الحمد لله، بفهم ان دي رساله من عند ربنا سبحانه وتعالى ان الموضوع ده فيه شر حالي او مستقبلي، وبقول الحمد لله واحمد ربنا على كل حال، وبيكون ربنا شايل للانسان الافضل، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ان ياذي انسان او عبد من عباده. ولكن للاسف زي ما انا قلت دايما الانسان بيبص تحت رجله فحاجة زي كده، طبعا يبص انا عاوز اتجوز البنت دي رفضاني، حتى هي رفضته يعني، طب رفضاني خلاص يعني. حتى لو بعدنا شوية عن الايمان يعني، وان كنت طبعا الكلام ده كلام مش مظبوط يعني، ولكن حتى لو انسان ما عندوش ايمان، فين الكرامة؟ فين الكرامة وفين عزة النفس؟ يعني انا تقدمت عشان اتزوج من فتاة او امرأة لو كان سن كبير يعني، وحصل رفض، خلاص كيف ازاي اتجوز واحده رفضاني؟ ازاي اتجوز واحده مش طايقاني مش قبلاني؟ ازاي يعني العقل والمنطق يقول هذا الكلام؟ انا رفضت. الكرامه لو انسان عنده ذره كرامه، عنده ذره كرامه واعتزاز بالنفس كده، لا خلاص ولا فكر فيها نهائيا خالص بعد كده، وبنكون عادي ونكون وتكون علاقتنا طيبه. لان يا جماعه مش معنى ان انا برفض حاجة ان انا بكره، ممكن اكون يعني بكره طباع الشخص يعني مش معنى ان انا عدوك يعني عشان رفضتك يبقى انا عدوك، ممكن يكون في حاجة فيك لا تتوافق معايا، ممكن تكون في حاجة فيك لا تتوافق معايا، زي السيدة اللي راحت للرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت انها هي تتطلق من جوزها، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيسألها عن أسباب الطلاق، يعني هل هو بخيل، هل هو بيعاملك وحش، هل هو مش عارف ايه، فقالت له يعني هو إنسان كويس وكل حاجة ما فيهوش أي عيب من الحاجات اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها، قالت له يا رسول الله يعني لا يوجد به أي عيب يعني من العيوب دي كلها، ولكني لا أطيق عشرته،
هي في حاجز نفسي بينه وبينها، ممكن يكون انسان كويس، ممكن يكون انسان محترم معاها، ممكن يكون، بس هي مش قابله تعيش معاه. فلا مش معناه ان هي بتكرهه، يعني هي ما السيده راحت الرسول عليه السلام ما طعنتش في زوجها او ما طلبتش يعني وما قالتش فيه كلام وحش، هي قالت كلام طيب. الرسول كان بيقولها هل هو بيعمل في اي حاجه، بيضربك، بيهينك، بيعمل، قالت لا ولكني لا اطيق عشرته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ردي عليه حديقته، ده اللي هو المهر اللي كانت ادوها لها. فللاسف الشديد زي ما انا قلت، ادي واحد اهو المفروض ان هو قتل، يعني ارتكب في خلال يومين جريمتين عظمتين في حقه وفي حق اخر، دمر البنت موتها ودمر اسرتها وقتل نفسه ودمر اسرته. يعني اسال الله عز وجل ان ينير لنا جميعا بصيرتنا وينير عقولنا وينير قلوبنا، وان يعني يزيد جرعه الايمان بداخلنا اللي احنا نؤمن بربنا سبحانه وتعالى ونؤمن بالقدر ونؤمن بان ربنا سبحانه وتعالى اللي يمكن يعمل حاجه عشان خاطر تضرنا، ولكن كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى لنا من اجل منفعتنا فقط. حبيت بس انا ابلغكم بهذا الخبر، وطبعا بكده تبقى القضية اتقفلت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.